تدير الشبكة هذه، نأخذ عليها تفاصيل بالكافية ووافية في فقرة ترجع بسلامة. ترجع بالسلامة، إن شاء الله ترجعوا بسلامة وتحضروا بحذانا وتكونوا هكية عاملين جو ناجحين وشيخين ومحلاها النجاحات وقت اللي احنا زادا نواكبوها ونتابعوها. سي عبد العزيز الحمزاوي واحد من المهاجرين التوانسة اللي والحمد لله تميز ونجح، ديما نقولوا معناه فما نجاح ولكن فما برشا تحديات. سي عبد العزيز الحمزاوي هو مهندس اتصالات وعضو مؤسس ورئيس شبكة الكفاءات التونسية بتولوز. مرحبا بك سيدي، شرفتنا. السلام عليكم، مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية. فما هدوء ولا فما أجواء تونسية عندكم غاديكا في تولوز؟ والله الحقيقة عنا أجواء تونسية باهية برشا في تولوز. الحق الجالية التونسية في تولوز كبيرة برشا، من جميع الأصقاع موجودة من تونس الكل، وفما جالية كبيرة زادة من الكفاءات ومن الكوادر التونسية اللي موجودة هنا في تولوز. اللي ما عرفش تولوز هي مدينة في الجنوب الغربي بتاع فرنسا، هي تقريبا رابعة أو ثالث مدينة في حجما في فرنسا، ومعروفة برشا في العالم لأنه مصانع شركة طائرات إيربوس موجودة في تولوز. فعنا كفاءة تونسية كبيرة تشتغل بالإيربوس ولا المجموعة من شركات أخرى في ميدان خاصة التكنولوجيا، في ميدان التكنولوجيا في منطقة تولوز. الكفاءات هذوما الكل نلقاوهم منخرطين في شبكة الكفاءات التونسية بتولوز، وإلا فما استثناءات؟ تعطيني فكرة على الشبكة هذه، كيفاش يقع إدارتها؟ هل هي شبكة ولا جمعية؟ بعض التفاصيل. والله الحقيقة الشبكة نتاعنا هي جمعية شبكة الكفاءات التونسية في تولوز، يعني الوجود القانوني نتاعها هي جمعية حسب القانون الفرنسي هنا. والهدف نتاعها هي جوست كيما التسمية نتاعها، هي تجميع الكفاءات التونسية اللي موجودة هنا في تولوز، ولا مش كان في تولوز، حتى في المنطقة كاملة، لأنه منطقة الجنوب الغربي نتاع فرنسا. الجمعية نتاعنا فتية نوعا ما لأن عمرها تساوى 8 سنوات. الانوغوراسيون نتاعها صارت سنة 2016، وبدينا وبتتبتي بدأت تتعرف بشوية بشوية. كيما انت سألتني توا الناس كل معنا موجودة من خرطة ولا، هو أكيد ما زالت كيما قلت لك فاتية، فمجموعة اللي تعرفنا أكيد تنخرط معنا تشوف شنو هما ليزاكتيفيتي اللي احنا نعملوهم اون جينيرال، تكون انتريسي ماذا بها تشم علينا كيما تقول انت ريحة البلاد، وفي نفس الوقت تبدأ تستفيد معنا من ليزيفينمون والملتقيات اللي احنا نعملوهم. وهو كذلك واحنا يعرفونا. اي وصل الفكرة، سامحني. قلت لك اللي يعرفونا بيان سور يجيو معانا. فما اللي تولوز سون فيل دو باساج، خاطر فيها برشا جامعات خاصه نتاع هندسه نتاع طب، ففما كثير زاد اللي يعدي بعض السنوات في تولوز وبعد يمشي لمناطق اخرى في فرنسا ولا حتى في الخارج. عندنا برشا توانسه اللي عاد قراو هنا في تولوز ولا اشتغلوا في تولوز وبعدين مشاو للدول الاخرى معناها، ولا رجعوا لتونس. فما بعض الحالات زاد يرجعوا لتونس. طيب عبد العزيز الحمزاوي، انت العضو المؤسس ورئيس الشبكه، شبكه الكفاءات التونسيه بتولوز، منذ تأسيس الشبكة هذه شنو كانت الغاية منها؟ شنو كان هكا الهدف المرجو؟ هل إنك تحب تلم ولاد البلاد؟ تحب تعمل نشاطات معينة؟ احكي لي سيدي. هو بالحق كيما انت قلت توا كوثر، هو احنا الهدف نتاعنا كان ان نلموا الكفاءات التونسيه اللي موجوده في تولوز في اطار اللي يخليهم ينجموا يتقابلوا بطريقه متواصله، واللي ينجموا يعملوا بعضهم دي زيفينمون الفوا معناها للانتيري نتاعهم، وفي نفس الوقت باش نبور مانتينير ليان مع تونس. فالهدف نتاعنا كان هو جوستومون انه تتلاقى هالكفاءات هذه، ما تقعدش كل واحد وحده نوعا ما، والا انت وعامل الصدفه انك تتقابل مع ناس اخرين شو بارتاج هذيك معناها الميم انتيغي. لا احنا قلنا علاش لا نخلقوا هالوجود هالاطار هذايا اللي يخلي الكفاءات تتجمع، يخليهم ينجموا يعملوا مجموعه من المشاريع مع بعضهم. المشاريع هذه تنجم تكون مشاريع لفائده تونس ولا مشاريع لفائدتهم هما. فما زاد تبادل الخبرات حاجه هامه برشا، كما تعرف اغلبنا يعني موجودين في الميليو اندستريال وعندنا دي زيكسبيريونس، وعلاش لا ولي بارتاج بينات بعضنا باش نساهموا حتى في تطوير التمثيليه نتاع الكفاءات التونسيه في هنا في الشركات ولا حتى في العالم الاكاديمي. التطوير ربما يكون عمليا عن طريق الانشطه اللي تنظمهم الشبكه هذه او الجمعيه. الانشطه شنية اللي معناها نظمناها منذ 2016 الى حدود اليوم 2024، 8 سنين خدمه وانشطه مختلفه، اعطيني بعض الامثله. بالنسبة للأنشطة كما قلت أنت كوثر مختلفة، تنجم تكون أنشطة ترفيهية كما تنجم تكون ملتقيات على محاور معينة.
في نفس الوقت تنجم تكون ملتقيات مرتبطة بالأعمال الخيرية في أغلب ولا كل تقريبا الأعمال الخيرية ولا 99% منها كانت في تونس. بالنسبة للملتقيات يعني الأكثر محترفة والملتقيات اللي فيها تبادل خبرات، مثلا عملنا مؤخرا ملتقيات مرتبطة بالتطوير للي سي في، معناها معاش بالعربي سمحني كلمة السيرة الذاتية، السيرة الذاتية مثلا كيفاش نجم كيفاش نجم تعمل سيرة ذاتية اللي تكون مواكبة لمتطلبات سوق الشغل. عندنا برشا توانسة هنا يشتغلوا مع شركات، خاصة كما قلت لك في شركات تكنولوجية يكون هما يديروا ولا يديروا لي ريكروتمون، معناها هنا يصيروا فهم يعطيو مجموعة من النصائح كسوال التوانسة اللي يكونوا جايين من تونس باش يشتغلوا يدخلوا ديريكت مباشرة في سوق الشغل في فرنسا، وإلا التوانسة اللي هما طلبة واللي باش يدخلوا لسوق الشغل هنا في فرنسا واللي لازمهم تأثير في الناحية هذه. قمنا أيضا بنشاط السنة الفارطة والسنة اللي قبلها مرتبط بال يعني الليميتي جدد في الانفورماتيك الإعلامية. مثلا تسكي داتا ساينس، ما نسمى داتا ساينس والانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الصناعي، كل ما هو مرتبط بالديب ليرنينغ. دونك هذوما ليميتي جدد، يعني حاجات جديدة قاعدة تتطور اليوم في العالم. فعندنا مجموعة من الخبرات التوانسة اللي ساهموا في تأسيس منتدى حول هالليميتيش جدد والهالسبيشاليزاسيون الاختصاصات الجديدة اللي مرتبطة بالإعلامية. باهي الناس متطورين بالقدي، على الأقل نفهموا شنية حاصل في الخارج ونحاولوا مش نتداركوا، على الأقل نكونوا احنا متسبقين والويلة. تو واحد يبدأ مهندس الحقيقة بالضرورة باش يواكب كل مستجدات، هكا ولا عبد العزيز؟ بالضبط. هو العالم ولا يتطور بطريقة متسارعة ومتسارعة جدا، فحتى اللي هو يكون عمل أحسن لكورسوس معناها في ليزيكول دانجينير في مدرسة الهندسة لازم ديما يقعد مواكب، والتكنولوجيا تتطور بسرعة فهو لازم يقعد ديما يعمل دلافي ديما يتبع شفما في العالم المعلومات هذا، ولازم ياخذ دي فورماسيون ويكون مواكب ومتابع شفما المستجدات. فالملتقيات هذه تنجم تكون هي طريقه باش هو يواكب فيها شفما جديد في عالم المعلومات، وفي نفس الوقت يتقابل فيها زاده مع توانسه ينجموا يتبادلوا بينات بعضهم مجموعه من الافكار والخبرات. مهم جدا. ولكن بعد عمل به كي تصير عمليه التاطير والمرافقه، بعد يصير هكا عمليه انكم مثلا تشوفوا الجدوى قديش كانت فما قابليه الاستقبال وهكا نتاع المعلومات اللي كنت قدمتوها، بمعنى مثلا وقت نحكيو على السيرة الذاتية تبعوها صاحب السيرة الذاتية وتزيدوا تبعوها كي باش يمشي للشركة باش يشارك في انتدابات. هو الحق احنا بعد ديما بعد في اخر ملتقى يعني اون بارتاج لي كونتاكت، دونك العباد تقعد في اتصال ببعضها، فاللي هو يكون مستحق اكثر تاثير فينجم يقعد معنا اون كونتاكت ويقعد اون كونتاكت مع لي كونفرنسي اللي احنا نجيبوهم، والا ينجموا يتصلوا ببعضهم اولتيريرمون بعد معناها كيبدا فما طلب تاع استشاره، فاحنا ديما نكونوا مفتوحين للطلب هذايا سواء بيرسونيلمون ولا ترافير لاسوسياسيون على الصفحه نتاعها نتاع الفيسبوك ولا على الادريس ميل اوفيسيال نتاع الجمعيه. صفحتنا فيسبوك اللي هي نذكروا بها كان ممكن عبد العزيز، هي شبكه الكفاءات التونسيه بتولوز، ريزو دي كومبيتونس تونيزيان بتولوز، دونك ار سي 2 تي. به ما وقفتش معناها الأنشطة متاعكم في اللي ذكرتهم، أكيد فما إن شاء الله مواعيد قادمة استحقاقات قادمة وأنشطة أخرى، هكا ولا ليه؟ صحيح كوثر، عندنا كثير من النشاطات. مثلا هنا عندنا اون بريزونس لوكال هنا في تولوز محليه في مع بلديه تولوز، فما لو مو دي موند دونك شهر العالم هنا في تولوز، نشارك فيه مجموعه من الجمعيات، واحنا ان شاء الله نكونوا برمي الجمعيات التونسيه اللي تشارك هنا من شيره باش تنجم تقدم الثقافه التونسيه وجود التونسي هنا في تولوز، وفي نفس الوقت تعرف مجموعه من الانشطه. مثلا باش يكون فما بروجيكسيون دان فيلم تونسي للمخرج المخرجة كوثر بهنية كان صدقني ربي كان ما نغلطش في الاسم، وأيضا باش يكون فما زادة اون ديغوستاسيون تاع لي باتيسري تونيزيان. كما تعرف تونس ولات معروفة
بالابتيجاتو تاعها يعني بالحلو التونسي. طيب باش نعملوا اناتولي نعرفوا به منشير على تاريخ الحلو التونسي، ونعرفوا به ايضا باش نعملوا ديجستاسيون باش هنا في تولوز يعرفوا اكثر حلو التونسي. معناها باش تكون ليكم اكيد ان شاء الله، علاش ليه بطبيعه الحال هكا واحد يضرب عصفورين بحجره. عبد العزيز باش تكون معناها موجهه للتوانسه اللي هما موجودين في تولوز وجنسيات اخرى باش اكيد هو في اطار تعريف بالثقافه التونسيه وبالوجود التونسي معنا في تولوز. الوجود كسوا دي كادر ولا لي برودوي تونيزيان ديسپونيبيليتي نتاعهم، فاحنا نعاونوا زاد ايضا باش نعرفوا بلي برودوي تونسي ونخليه زاد الفيكتوار دو بلوز اون بلوز معنا، علاش لا. الحدث ان شاء الله احنا باش نواكبوه ويكون وتكون معانا في برنامج ريحه البلاد ان شاء الله في الموعد اللي هو باش يكون 8 جوان 2024. شنو هي الحكايه؟ 8 جوان اللي هو ان ايفن او نوتر ايفنمون ايفنمون اخر. كما قلت لك احنا الاجندا نتاعنا خاصه البيريود هذه فيه برشا دي ايفنمون، دونك لي ايفنمون اللي مربوطين بشهر العالم في تولوز، وفي نفس الوقت عندنا ان ايفنمون اللي هو باش يكون اول اديسيون تاع الرونكونتر دي كومبيتونس تونيزيان على الاترانجي اللي سميناه اف تي دو تي كونيكت تونيزيا 2024، يكون ان شاء الله نهار 8 جوان 2024، وباش يكون يوم على مدى يوم كامل يجيو من اي مكان في العالم، يكونوا هما كفاءات تونسيه موجوده بالخارج ويشاركوا معنا، باش يكون فما دي كونفيرونس، باش يكون فما دي تابل روند، وباش يكون فما زاد اون اكتيفيتي معناها دو لوازير اللي هي باش تكون مرتبطه بالرياضات الجبليه، سواء اكروبونش سواء روندوني، تكون على يوم كامل ديبار من تولوز وتكون في اطار طبيعي ان شاء الله. باش نحكيو فيها على عبد العزيز اقعد في بلاستيك، عبد العزيز كان تسمع فيا به قاعد يتقطع الصوت، اقعد في بلاستيك باش نامنوا مداخله سليمه وتكون هكايا مسترسله. نذكروا عبد العزيز الحمزاوي مهندس اتصالات عضو مؤسس ورئيس شبكه الكفاءات التونسيه بتولوز هو معنا مباشره من تولوز. الحدث كما قلنا ان شاء الله نواكبوه احنا باش يكون نهار 8 جوان 2024. نحب ناخذ فكره كنت تسمح على اللي باش يقوموا باداره المائدات المستديره، اداره الحوار، بطبيعه الحال فما معلومات تكون حاجه علميه صحيحه والكل دونك من خبراء وباحثين. اعطيني بعض الاسماء اللي باش تشارك. عبد العزيز معايا؟ به يبدو انه انقطع الاتصال، ما يسالش. نذكركم كان معنا سي عبد العزيز الحمزاوي.